يا هلا فيكم في ترند. نجح المغامر البريطاني شون بوركيز بتحقيق الرقم القياسي لأسرع عبور للإمارات السبعة مشياً على الأقدام ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مسافة تم قطعها بالمشي على الأقدام واللي بلغت 700 كيلو متر، حيث كانت نقطة الانطلاق من منطقة الغويفات في العاصمة أبوظبي مروراً بجميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصولاً إلى الفجيرة المحطة الأخيرة في التحدي. ويقول شون أن الهدف من التحدي زيادة التوعية بأهمية رياضة المشي والتعريف بجمال طبيعة دولة الإمارات وتشجيع الناس حول العالم لاستكشاف المعالم الطبيعية الخلابة، فضلاً عن جمع التبرعات الخيرية لدعم تعليم الأطفال في إفريقيا. كيفن فون من ولاية كارولينا الشمالية ربح 250 ألف دولار بالصدفة. القصة بدأت لما كان كيفن وزميله متوجهين إلى العمل وسلكوا طريق خطأ وصادفوا مطعم صغير في سونفيل، وقفوا لتناول الطعام وطلب كيفن قطعة من البستوق واشترى خلال تواجده المكان في المكان بطاقتين من اليانصيب قيمة الواحدة منهم 5 دولار وحصل على جائزة فورية بقيمة 10 دولار، وبالعشرة دولار شرى بطاقتين ثانيين من اليانصيب واكتشف من عقبها بفوزه ب 250 ألف دولار من عقب ما مسح واحدة من البطاقات. من منا ما يحب البيتزا بأنواعها؟ لكن هل فكرت في يوم تجربة البيتزا المصنوعة من أوراق الذهب؟ هذه البيتزا صنعها مطعم في تونس متخصص بالطعام الإيطالي، وهي أغلى بيتزا في أفريقيا، يبلغ ثمنها 360 دولار أمريكي، والسبب في سعرها المرتفع احتوائها على أوراق الذهب الصالحة للأكل من عيار 24، وتتكون من الترافل وجبنة الموتزاريلا وصدور البط المدخن. ويقول صاحب المطعم أحمد هرقال: اخترنا عمل هذه البيتزا حتى نتمكن من وضع مكونات فاخرة وعالية الجودة، وعندما فعلنا كل هذا ارتفع سعرها. ديب نوستالجيا هي الأداة الجديدة اللي كشفت عنها شركة ماي هيريتج المختصة بعلم الأنساب، واللي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمنح الصور القديمة حركة تشبه حركة الإنسان الحقيقية، وتستخدم التقنية الجديدة الذكاء الاصطناعي بشكل متقن لتحريك الوجوه بشكل يشبه الحقيقة في الصور. وطرحت شركة ماي هيريتج الخدمة المجانية عبر الإنترنت، ويقدر الموقع أيضاً تلوين الصور وتحسين جودتها عشان تصير أكثر واقعية. نتابع. وبهالخبر مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، وقبل لا أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون برنامج ترند وباقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. مع السلامة.